الأصل بالنسبة للمجموعة ديالنا هاد الاجتماع كان يخصونا انطلاق المشروع، وكان تقصير من عندنا احنا، كان الغالب الله كانت ظروف تقنية خاصة بمجالس البلدية اللي كان واحد شوية الفراغ قاموش بحماية المستثمر، اضطرينا نوقفوا المشروع. جات كورونا واليوم كنا كنستدركوا صحيح هي في غنى انني ندافع عليها او نضيفها، اضافه اللي غتكون هي الدور ديال المجموعه. ديما كنحاولوا نخدموا بواحد التصور اللي فيه واحد شويه ديال الغيره في الاصل على المغرب، ثم على شي حويجات اللي عندنا مناطق في المغرب يمكن لها تعطي إشعاع اللي هو في الصالح الوطني. لسوء الحظ ما كتلقاش كل مجموعة والتصور ديالها الاستثمار. ماشي كنشكر المجموعة ديالنا، هي معروفة على الصعيد الوطني، إنما كنستثمروا باش نخليوا بصمة ديالنا وباش نبرهنوا على شوية ديال المواطنة ونرجعوا الوطن شوية من حقه. هو المشكل اللي عندنا في المغرب هو بعض الخطرات كنوظفوا مناصب سياسية والتفكير السياسي اللي هو كيوقف في حوت ما يعاون الاستثمار في بعض الأحيان ما كنعممش كيعقل، لأن بالنسبة للمستثمر الوقت كيسوى الثمن، وإلا جيتي تعطل المستثمر سنة وسنتين وثلاثة وتوقف فكرة اللي السلطات اللي كونسيرني كتدافع عليها ومجلس ما يحميش المستثمر كيكون مضطر للمغادرة وكيندم على الفكرة في حد ذاتها. ولكن الحسن الحظ الإيمان ديالنا كان في المدينة قوي وباقي، وكنطلبوا الله والناس المنطقة يمشيوا معنا في نفس التوجه. كان عندها عدة مسائل اللي كترسع، منها العدد ديال السكينة، منها اليد العاملة، منها الموقع ديال المنطقة، منها الأجواء ديالها. بحال اللي عندكم كان عندكم هنا في بنصميم مركز استشفائي اللي كان معروف على الصعيد العالمي، منها اليوم كنفكروا وكندرسوا باش غيكون اوبيتال ديال لك لا شيروجي استيتيك، طب تجميل، لان هو داخل في السياحه وفي قطار التنميه. كيجي الشخص كيدوز 15 يوم فيها اسبوع ديال الطبيب والتجميل، وفيها انفراد بالنفس، وهنا انفراد بالنفس كيطلب الجماليه ديال الطبيعه والجو الى اخره، وفيها المغرب كيدير كيستغل السياحه. اذا فيما لا باش يتوظفوا هذه الامكانيات كاملين. غير هو بحال اللي شرحت قبيله، ما يمكنش يتوظفوا الا اذا كانوا الناس المدينه مقتنعين بالفكره ومستعدين يرفعوا شويه التحدي، لان قلت كلنا ان فيها مزايا وفيها التزامات. إذا فيما يخص احنا غنقوموا بالتزاماتنا الى قدينا والكمال عند الله. فيما يخص المجموعه ديالنا، هو انطلاقه ديالها هو انني ما قبل ما نكون مستثمر في قطاع البناء، انا اصلا مجوهراتي وماشي مجوهراتي عادي، لان اول واحد اللي دار مدرسه ديال دراسه ديال صياغه المجوهرات، وكنظن كانت سابقه ان قرينا فيها الاجانب ومنهم ليزيطاليان. اذا الامتياز اللي كان هو ان كانت عندنا الشوكه الفنيه في الدم، واي حاجه خدمناها كنخدموها باسلوب من القلب وفني، وكيعبر على الشخصيه لدرجه ان كتختلف المشاريع ديالنا هي من منطقة لمنطقة، حتى واحد ما كيشبه لشي واحد، ولكن فوق ما كدوز كتعرفوا ديال ما شاء الله. والغريب في الأمر واللي كنحسد عليه راسي
هو أن تنوعية السكينة بعد اختلاط من كم بقى كانت أمل تنقول وش هذا كله عندي صحيح، ولكن هو من كانت أمل فيه فنيا وثقافيا هو الشكل والبصمة وماشي الجمالية، حيت هي ثقافة كتجمع واحد الفئة كتشابه لبعضياتها. مثلا ممكن لكم تشرفونا وتجيو في الإقامات كلهم منين كتجي في النهار كتقول ما والديتش، وما كلهم عندهم ولاده، ومنين كتجي في النهار كتقول الإقامة خاوية، ومنين كتجي في الليل كتلقاها كومبلي. إذا واش زهق؟ أنا نعطيك الأثمنة المشجعة ماشي هي اللي كتكون أقل من الثمن اللي كاين في السوق. الأثمنة المشجعة هي منين كتعطي كاليتي بري. أما باش تغش سهل أنك تنقص وتعطي ثمن أقل، إنما هذا ما كيعطيك استمرارية، وكتولي ماشي رجل أعمال وماشي مستوير، كتولي تاجر. التاجر كيمكن له يبيع يشري في أي حاجة فيها الفلوس مع احترامي. حيت بالنسبة للإشهار كاين جوج طرق، كاين يا إما كتخلي الأعمال ديالك تهضر عليك، كتطلب شوية الوقت ولكن إنه البناء الصحيح، ثم هو ذكاء وثقة في النفس من المجموعة. حيث الفرق بيننا وبين آخرين هما داك الناس كيخصوا ميزانية كبيرة للإشهار، حنا داك الميزانية كنصلحوا بها باب دارنا وكنقيو كل ما أمكن وعطت نتيجة ديالها، والحمد لله حنا في غينة على الإشهار، وفين ما مشينا كنديروا بلاصتنا بجهد الله. وبحال اللي ذاك اليوم ما كتجيش هذه البلاصه ماشي بالعمل، لان قبل من العمل كتخصك تدخل في ثقافه وفي التفكير ديال البلاصه فين غتخدم، باش كيكون تناغم في الكلام وكتحفز الناس كلهم غادي نهزوا الايقاع شويه للفوق. اقسم بالله حياتي كلها الى المدلل ديال رؤساء الجماعات بقوت اللي كيعرفوا الصدق والمصداقيه والقيمه الاضافه. اذا ما نتعداوش على الناس ما يمكنش حوتة تخن الشوال. اذا انا قلت لك انا تفاجئت في هذه الحاله هذه، لان ما عمرني طحت فيها وما كانش يمكن نطيح فيها، لان ما كنغدقش وما كنغدقش وما مولفش كنتبتز، لان ما كنخرقش القانون باش نتبتز. عزيز علي يعيشوا معايا الناس، ولكن في إطار الخير والتضامن. إذا بالنسبة لذلك الموضوع ما بغيش نهضر فيه بزاف، لأن المحاكمة قريبة، وأنا كنثق في العدالة، في الله وفي العدالة، وغنبقى نثق حياتي كاملة، وكنتمنى القانون ياخذ المجرى ديالو. ورغم ان كاين اليوم انا كنقاوم مافيا الفساد، وزير المنصوري كنسمع عليها بزاف، بحال اللي شرحت انا كنسمع على الناس زوينين، ما كنعرف لا شكون وزير ولا شكون برلمان، حيت ما عنديش الوقت مقابل اعمالي. ولكن ملي كنسمع شي واحد اللي كينصف هاد البلاد وكيعطيها حقها كنكون فرحان. مقاولين سير النجاح هو اجتهاد والمتابعه والاخلاص، والفرق بين الحلال والحرام شعر نهار ندوزوها لا رجعه فيه. والنجاح جد سهل، حيت الا ما يمكنش النجاح السريع، النجاح كيبغي الصبر وبناء، حيت البناء صعيب والهدم سهل. هذاك خدمته من قلبي وكيعبر على الثقافة المغربية وجميع الجهات ديالها، وما بغيتش نوظفه إلا في المسائل اللي غتشرفوا وتشرف الثقافة ديالنا. وحاليا هو في دراسة باش يكون قصر للمؤتمرات والضيافة الزوار اللي كياخذوا صورة على المغرب، وغيكون فيه حتى هو مصحة ديال التجميل.
اللي خصها تخدم الاقتصاد إضافة إلى أشياء أخرى اللي كتتماشى مع المستوى الثقافي ديالو واللي كيعبر على الثقافات المغربية. القوة اللي كنجبد ليها هي كنبغي بلادي بزاف، وكنحاول نكون مثلا لوليداتي، لأني إلا خليت لهم فلوس غنأديهم ليهم، إذا أنا مضطر نبقى خدام إلى يوصلوا ليهم. كنبغي نكون المثل أي مغربي، وأنا راه ولد الشعب. الحاجة اللي كتخطبني في العمل ديالي حيت أنا كنغض بجوج الحوايج، هو الحكرة وعدم الاحترام، وهذا من الأسباب اللي هضرتي قبيلة على المشكل. والحكرة كنظن أي مغربي أصيل كتكون خطأ.